تمام. فهنيجي هنا نضيف في الكاونت وفي السيد عدد نقط مثلا لحد 200، وهناخد نفس الكلام ده تحت بالسيدنج، هنزود طبعا الكاونت شوية وممكن نغير شوية في السيد وكده. هجيب الفرموي فرونوي، هنوصل فيه البوينتس دي. هنلاحظ هنا ان حصل ايه، حصل ستريتشنج في الكالكوليشنز، يعني هي الكالكوليشنز بتاعته فيها ستريتشنج كده. فهو هنا بتلاقي في الفرونوي في حاجه اسمها باوندري، ان انا اقعد احسب الحسبه دي لحد فين. فبقول له بص انت تقعد تحسب الحسبه دي لحد الريكتانجل ده، فيعمل كاتنج للريكتانجل ده كانه عمل ايه، كانه عمل تريم اول بالريكتانجل ده. تمام. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين ندي لده سيكنس، علشان بعد كده نوصل التو سيكنسز دول ببعض، نوصل التو سيكنسز دول ببعض ويبقى عندنا سيرفيس، وبعدين نعمل اكسترود من السيرفيس ده علشان يبقى لينا ليه حاجه سميكه، وبعد كده ننقلها على السبايرال اللي احنا رسمناه. طيب في طريقتين نعمل بيهم سيكنس، تمام، يا اما اوفست يا اما سكيلينج، وهوريك الاثنين هيعملوا ايه. اوفست كيرف، حاول والله شايف السيلز دي حطها في الكيرف بتاعك، والديستانس بتاعتك انا عايزها لبره او لجوه، يعني وات ايفر. هقول له ماينس 10 لحد 10 الديستانس بتاعتك. فهنلاحظ هنا ايه، ان في بعض الديستانس بتحصل بتدي ايرور اصلا في الاوفست كيرف. نتيجه ايه؟ نتيجه انت قدامك الدنيا باينه تمام، مفيش اي مشكله، لكن في بعض الخلايا ما حصلش فيها الاوفست، لان ببساطه ممكن تلاقي الخلايا دي فيها ضلع صغير زي ده ما بيقبلش الاوفست اللي انت حاطه لحد درجه قليله جدا كمان. فعشان كده الاوفست هنا مش هو الطريقه الصح. الطريقه الصح هنا هي السكيلينج، بس السكيل بيتطلب ايه، السنتر. هل لو انا قلت له ان البوبيوليشن بوينتس دي ممكن تاكت از سنتر، والجيومتري بتاعك اللي هو ده، والفاكتور بتاعت السكيلينج بتبقى من ماينس 1 لحد 1، ماينس 1 ده اللي هو سالب 100%، وبعدين بتبتدي انت، انا عملته من غير فاكتورز، ماينس 1 بوينت، ايوه اصغر من 1.0 فاكتور. طيب هل انا متاكد ان ده سنتر الشكل؟ شايفين هنا الاشكال مش متسنتره، شايف مسافه هنا غير المسافه هنا. طب انا ازاي اجيب السنتر؟ انت تقدر تجيب السنتر بتاع اي شكل بمعلوميه ايه، بمعلوميه الاريا بتاعته، مساحته. فهكتب اريا هيطلع لي ام سكوير، فهقول له انا عايز الجيومتري دي، فهنا بيطلع تو انبوت، الاريا بتاعتهم والسنترويد بتاعهم. شايفين النقطة الخضراء الجديدة دي؟ النقطة الخضراء الجديدة دي هو سنتر الشكل ده. لو احنا جينا حطينا السنتر ده بدل ده، هنلاقي هنا ان الفاكتور بتاعنا، هنلاقي هنا ان الفاكتور بتاعنا اتظبط. شايف؟ المسافة بقت واحدة على كله. تمام الجزء ده ولا ايه؟ اوكي، المسافه بقت واحده في كله، في كل الفيرونيز بتاعتي. خلاص دلوقتي انا عايز ايه، اوصل بينهم ويعملوا لي سيرفيس، كل واحده من دول تعمل سيرفيس. ها
طب انا هوصل بين ايه وبين ايه؟ هوصل بين السيلز دي وبين السكيل اللي معمول لي جديد، او انا هخفي ده اصلا وهوصل بين ده وبين الريكتانجل بتاعي ده الاقرب الى قلبك بقى. هم التلاتة هم دي مع دي او دي مع دي. حاجة اقول انا عايز باوندري سيرفيس بيجمع ما بين الريكتانجل ده وما بين الجيومتري دي. شايفين هنا ايه اللي حصل؟ هو جمع كله، يعني ده بقى ده ليه باوندري سيرفيس لوحده وده ليه باوندري سيرفيس لوحده. انا مش عايز كده، انا عايز اللي بينهم. فدي مشكله في الفلو بتاع الداتا. لو انت لو هتلاحظ هنا هتلاقي ان الداتا اللي طالعه من هنا هي داتا زيرو، بس الداتا اللي طالعه من هنا هي زيرو زيرو زيرو. فاحنا هنا بنتصرف ازاي؟ بنيجي هنا ونقول له كل دول فلاتن على بعض، كلهم بينتموا لنفس الشجره. اوكي تمام الحته دي ولا ايه؟ الحته دي مهمه جدا. تمام دي ولا نسيناها من المره اللي فاتت؟ طبعا احنا عندنا الفاكتور هنا بتاع السكيلينج، لو احنا غيرنا الفاكتور هيتغير على طول. لا فاكرين الجزء ده ولا اشرحه تاني؟ الجزء بتاع الداتا. محدش بيتكلم ليه؟ محدش بيتكلم ليه؟ فاكرين؟ طب زي الفل. خلاص احنا دلوقتي بقى عندنا باوندر سيرفيس اهو، هنعمل له اكستروجن. الاكسترود ده البيز بتاعه هنا، الدايركشن بتاعه زد، الفاكتور بتاعه من 0 ل 10، فاكتور هنا اهو 0 1 2 3 4 زي ما انتوا عايزين يعني. جميل كده. خلاص انا دلوقتي هنشيل بقى ده كله، هنشيل ده كله وهيبقى عندنا ده كله فاضل. خلاص انا دلوقتي بقى عندي موديل وبقى عندي السيرفيس بتاعه اللي هو ده، صح؟ dimension surface boundary surface. عكيت الدنيا. ايوه ريكتانجل، ايوه هو ده. وبقى عندي السيرفيس بتاعه، فاهم؟ انا هنا لو عملت بيك لكل ده، لو عملت بيك لده ولده وعملت فلو along surface هقدر اعمله، صح؟ لكن انا عايز اعمله عن طريق الجراسوبر، فهنا بنسميها مورف، سيرفيس مورف. السيرفيس مورف هنا مش هيقرا، مش هيقرا السطح ده. هو هنا دي مفتوحه ولا انا مش شايف؟ غالبا ممكن تبقى مفتوحه. استنى نعمل بيك كده عشان مش شايف. لا مقفوله والله. لا مقفله اهي الحمد لله. ماشي. هنا انا لو قلت له ان الريفرنس بتاعك هو السيرفيس مش هيعرف، هيبوظ لي الامر. فانا الجيومتري بتاعتي انا عارفها اللي هي دي، والسيرفيس بتاعي كمان انا عارفه اللي هو السيرفيس ده. هات قدام معانا بقى عشان ايه. تعالى معانا هنا يا حبيبي معلش. السيرفيس بتاعي اللي هو ده. طيب الريفرنس هنا ايه؟ عباره عن ايه؟ الريفرنس هنا عباره عن بوكس، زي باوندري بوكس كده، زي اللي احنا بنعمله في الكيج اديت. باوندري بوكس هيجمع كل الشكل ده مع بعضه.
حاجة اقول له انا عايز بوكس، بوكس عادي جدا، هحط فيه الاكستراكشن ده. شايفين بقى فيه بوكس لون اخضر، وهو ده الريفرنس بتاعي. تمام، كل ده الامر لسه ما اشتغلش لان هو عايز دومين يتحرك فيه. دلوقتي الدومين زي اللاين كده اللي احنا عملناه، اللاين اللي احنا عملناه في في البارامتريك بنش كان ايه؟ كان نقط مختلفة كتير احنا ما نعرفش عنها حاجة. يعني لو جبنا بانل هنا حطينا ده فيه، هنلاقي فيه مفيش داتا. احنا عايزين نعمل السيرفيس ده من زيرو لواحد، فهنيجي نقول له هنا ريبارامترايز، يبقى السيرفيس ده بقى من زيرو لواحد في الاتجاه الفي، ومن صفر اللي هي النقطة دي لواحد في اتجاه اليو، ومن صفر لواحد في اتجاه اليو التاني. اوكي، وهعمل هنا دومين، كونستراكت دومين دومين اهو، كونستراكت دومين، وهوصل الدومين ده هنا وهنا وهنا. تمام، الدومين ده اوتوماتيك، اوتوماتيك بيبقى من زيرو لواحد. يعني احنا لو جبنا الداتا دي هنا فهنلاقي ان الدومين هنا بيقول 0 تو 1. طيب انا لو عملت سلايدر هنا، السلايدر ده عباره عن 0 او 0 اصغر من او 5 اصغر من 1.0، وخدت ده مرتين، المره الاولانيه الدومين ستارت من 0 لواحد اللي هو السيتويشن اللي عندنا العادي، جميل كده. طب لو انا صغرت الدومين اند ده ان هو مش هيكمل الشكل الاخر، هيوصل لنص الشكل بس، ماشي الجهاز بعافيه قوي، فهو خد نص المسافه دي اللي احنا عملناها في بارامترايز، ونص المسافه كمان اللي هي الدايره اللي هتلاقيه هنا لف لف لفه كامله، وساب اللفه الثانيه. لو عايزين نعكس يعني يبدا من واحد لنص، اوكي من واحد لواحد. طب افرض عايزه، انا عايزه من الاول للاخر، عايزه من الاول للاخر كويس، بس يبقى النص بس، هيبقى واحد من دول في دومين من دول انت هتعمله نص بس. لان هو مثلا ايه الدومين اللي هو اليو ده، اليو ده اللي هو من الضلع ده لحد الاخر، جميل. الفي اللي هو من هنا لحد الاخر، فهو ممكن يبقى الفي بس هو اللي احنا محتاجين نغيره. لو احنا عملنا، لو مسكنا ده كده، سوري هناخد دول كده وهنوصل ده في الفي، هنقول له هو مش من زيرو لواحد بقى، هو من زيرو للنص، ما طلعش الفي، ما طلعش الفي، ممكن يبقى الدبليو. يبقى خلاص وصل دي في الفي عادي، وصل ده في الدبليو بقى هنا. مش الدبليو برضه، يبقى اليو. تيك تمام كده، ده كده 4 من 10. لو احنا زودناه هيزيد لحد ما يوصل يغطي الشكل كله. طبعا احنا كل حاجة معانا متاحة من اول البيبيوليشن الاولاني خالص اللي احنا عملناه، وعملنا منه الفروني الفرونوي. لو احنا غيرنا العدد كل حاجة طبعا هتقل زي ما كانت معمولة. تمام، حد ليه اي سؤال؟ في حد عايز طيب يعيد حتة معينة؟ في حتة ما مش فاهمها عايز يعيدها تاني؟
الجزء بتاع الريبارماتايز ده مظبوط؟ حد عنده مشكلة فيه؟ طيب لو احنا ما عملناش ريبارماتايز، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. لو احنا جينا هنا في السيرفيس ده وما عملناهوش ريبارماتايز، شايف هيابلاي الفيرونوي فين؟ في الحتة اللي هو ممكن يبقى عارفها يعني. تمام؟ ردوا عليا يا شباب. تمام ولا ايه؟ ولا محتاجين تجربوا عامة يعني؟ تمام، بس محتاجين تجربوا. تمام. طيب حد ممكن يقول لي احنا ممكن نستعوض عن الدومين دي، بدل ما نعمل دومين ممكن نعمل ايه تاني يدي نفس الداتا؟ يعني احنا ممكن نكتب ايه في ده كويس، ونديله دومين. يعني ممكن نحط له ايه؟ ممكن نحط له ارقام عاديه، وممكن نحط له جيني بول. ماشي، ممكن نحط له جيني بول. الجيني بول ده 2 مثلا، 0 1، سوري مش 100 بقى، 1. هنحط الجيني بول ده هنا وهنا وهنا. لو هتلاحظوا حاجة ان هو هنا اصلا طبق الامر عادي كويس، بس ستيل مدي ايرور. لان هو بيقول لك ان السبيس ما ينفعش يبقى زيرو، لازم يبقى هفوه ازيد من زيرو شويه. لان الجيني بول هنا بيدي اكوريت داتا، ما بيديش دومين، لكن الدومين بيدي الارقام كلها من الصفر لحد الواحد موجوده، لكن هنا هو بيدي زيرو وبيدي واحد. وهو هنا عايز دومين، هو هنا مش بيعمل كونستراكت الدومين، هو هنا عايز دومين. يعني هنا بصي، بص هنا هو مدي رقمين عاملين ازاي، 0 و1، مالتيبل داتا اهي، مالتي لاين داتا. تمام، في حين ان الدومين، لا الدومين، الدومين بيدي ايكويشن فروم 0 تو 1، فالداتا هنا ممكن تبان ان هي واحده لكن هي مش واحده. هو طبق الامر لان هو فاهم انت عايز تعمل ايه، بس هو ادالك في ايرور، بس هو طبقه. طبعا احنا ممكن بقى نعمل، يعني احنا ممكن نعمل حاجه تانية خالص. احنا ممكن نيجي جوه الراينو هنا، تمام، نجيب مثلا ريكتانجل كده. الريكتانجل ده نعمله سيرفيس او بلانر سيرفيس، هيضرب. ماشي، بلانر سيرفيس، وبعدين نعمل له ريبيلت 7 7. اوكي، ندوس F10، هحرك النقط دي كده. ايا كان بقى الشكل يعني،
ده حاجة مثلا زي كده ايا كان شكلها ايه، وهنيجي على ده كليك يمين ونقول له set on one surface ونروح مغيرين السيرفس، هيروح مطبق عليه الفيروني اللي احنا عملناه. فهي المعادلة احنا بنرسمها مرة واحدة بس، وممكن نشتغل بيها على اي شكل يجي قدامنا بعد كده. كل الفكرة ان انت ترسمها صح علشان ما يبقاش فيها مشاكل، وتقدر تبدل المدخلات بتاعتها زي ما انت عايز. يعني احنا هنا لو رجعنا السيرفيس ده تاني وجبنا الكنترول بوينتس بتاعته وغيرناها مرة تانية من هنا، فهو اوتوماتيك هيابديت الايكويجن على التغيير بتاعك. حاجة طبعا يعني بتديك ليميتيشن ضيقة جدا جدا وانت شغال بتفكر، يعني انت ممكن تطلع اي حاجة انت عايزها. طبعا ممكن تريبيبيليت الكاونت، الكاونت بتاعك تعمله ريبيبيليشن، هيزود العدد، ممكن تزود السيكنس عن طريق انك تزود الاكستروجن، انت وقوة جهازك بقى في الحتة دي، انت وقوة جهازك. يعني ممكن نيجي هنا في الاكستراكشن، طبعا انا عملتها عباسي قوي، لكن احنا المفروض نسمي الحاجة ونحطها في الريموت كنترول وكل الكلام ده. فانت السيكنس هنا ايه هيختلف. تمام. طيب احنا هنكتفي النهارده بالمثالين دول عشان تجربوهم، الفيروني والاتراكتيف بوينت والجزء بتاع الشورتست ليست واللونجست ليست، والمره الجايه ان شاء الله هتبقى اخر مره وهنقول فيها التمرين بتاع الوافل كله. هو هياخد تقريبا ساعتين ونص واحنا بنشرح فيه كل حاجه. تمام. حد ليه اي سؤال في اللي قلناه النهارده؟ او حد ليه اي سؤال بشكل عام في راينو يا ريت يقوله. في حاجه في الراينو انا اكتشفتها مؤخرا ونسيت اقولها لكم لما كنا بنشرح الراينو، يعني ودي هتسهل عليكم كتير، انا بس ما كنتش اعرفها، يعني ما كنتش عارف ان هم حطوها، دي جايه من راينو 7، هم حطوها في اخر اصدار في الراينو. لو انت عندك بايب، البايب دي يعني وليكن اي كان يعني الدايمتر بتاعها، فانت ممكن تعمل كيج اديت بالبايب نفسها. تمام. ممكن تعمل الكيج اديت على البايب نفسها باستخدام الايزو كيرفز بتاعتها، بس عشان احنا فاتحين الجراس سوبر فاتحين ده فهيموت شويه. تعالي هنك. الجراس سوبر بياكل الرامات عامه، فيعني لو انتوا الرامات بتاعتكم مش كتيره فربنا يكون في عونكم. خلاص هنقفل الجراس سوبر. تمام. فانت ممكن تعدل السرافس المكريته من امر واحد بس زي الريفولف والسويب عن طريق ان انت بتخلي الكيج بتاعهم هم نفسهم، مش لازم تعمل لها باوندري بوكس. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي برضه اكتشفتها مؤخرا، دي حاجه قويه جدا، هم ضافوا في الجامبول شويه حاجتين جداد. انت ممكن تدوس كنترول شيفت، كنترول شيفت وتشاور على اي ايدج وتحركه على طول دايركت. زي التي اس بلاين. يعني ممكن تدوس كنترول شيفت كليك على الفيس وتعمل اكسباند او اكستند سيرفيس او اديت عليه، ودي بتشتغل على كل حاجه، على السيرفيسز وعلى البولي سيرفيسز، ودي ممتازه جدا ان انت كنترول شيفت وتدوس على اي حاجه انت عايزها. هو مثلا دول ممكن نحركهم لوحديهم كده، فدي اسهل بدل ما كنا بنقعد نعمل اكستراكت ايدج او حاجه علشان نعدل النقط. يعني